السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا قناة عبد المطيب، كيما كتشوفوا معنا اليوم احنا خارجين باش نمشيو نصور لكم واحد المشروع ديال ابواب البحر. ايوا احنا حدا السبيطار اخويا خوتي، والاجواء ديال الشتاء حنا راك تدرجنا هنايا، كاين الشتيوة وغادي شويه وغادي نتحركوا ان شاء الله باش نصوروا لكم المشروع. الناس اللي كيسولونا عليه فين وصل ان شاء الله غادي نصوروا لكم من الفوق فين وصل ان شاء الله. ايوا حنا دابا كاين الطريق اللي ديال القناه راه كاين اللي كتشوفوا معنا، ها هما الطاكسي دايجين، وهذه هي البلاصه ديال الطوبيسات راه فين واخدين العيالات ليها. وما شاء الله على الشتا اللي كتصب خير ديال ربي، والله يرحمنا من عنده والله يعطينا الخير في هذا المطار. هذا كنتسناو من شحال هادي، ايوا الحمد لله هو جا في وقته. وان شاء الله خوتي والحباب ديالنا والاصدقاء ديالنا ومتابعين قناه عبد المرتي اليوم ان شاء الله ندوكم ابواب البحر، الناس اللي كتسولوا عليها. وكنشكروا الناس بزاف اللي كيدعمونا ومشاركين معنا في القناه وكيبارطاجيو، والناس المغاربه وخارج ارض الوطن حتى هما تبارك الله عليكم كاملين، الله يسهل على كل واحد. وعلى حسب ابواب البحر كاينه في الفراطه وش قلنا النموذجية اللي كيسولوا عليها الناس بزاف راها باقا مواجداش ان شاء الله. درنا مع السيده ملي غادي توجد ان شاء الله غادي نبارطاجيوها معاكم، والناس اللي باغين شي جهه اخرى بغى يبيع شي واحد او بغى يشري شي واحد مرحبا. قناه عبد المرتين من فتح الجامع اخوتي. احنا خوتي كما كتشوفوا معنا دابا كاين هذا هو البانو ديال ابواب البحر، ان شاء الله غادي نجيو اونفاس معاه باش نوريكم المكتب ونوريكم البانو ان شاء الله، وغادي نصور لكم فوق السطح باش نصور لكم ان شاء الله المشروع. وانتم يا مشاهدينا الكرام هذا هو الباب ديال الدخله، وهنا فين ان شاء الله تكون الشقه النموذجيه، وان شاء الله ملي غادي يكملوا الخدمه ديال الشقه النموذجيه توجد ان شاء الله غادي نصورها لكم. ودابا حنا طلعنا فوق السطح كما كتشوفوا معنا، يلا بداو وقفوا القروه، القروه الثانيه راه خدامين فيها، والامور راه غاديه بخير وعلى خير اخوتي، الله يسهل على كل واحد. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذا هو سكن اقتصادي، هذا راه في سكن اقتصادي وسكن متوسط غير باش تكونوا عارفينها الناس اللي غادي يشريو مرحبا هنايا، والناس اللي شارين الله يسهل عليهم. وان شاء الله اللي دافع راه ياخذوا في الشطر الاول، واللي مازال ان شاء الله اللي تبع الشطر الاول غادي يكونوا الاخرين يستافدوا ان شاء الله في الشطر الثاني. كما كتشوفوا معنا هذا المشروع هذا راه زوين اخوتي، وعنده الصحف كما كتشوفوا، يعني هذا راه يعني غادي يكونوا عمارات زوينين هادو، واحسن سكن اقتصادي كما كتشوفوا معنا، وموقع زوين هنايا. وان شاء الله الله يسهل لكل واحد، والناس اللي كيسولونا باغين يشريو اللي داخلين عندنا في القناه يجيو هنايا عند ابواب البحر، ولا تواصلوا معايا في النمره اللي غادي نحط لكم في صندوق الوصف، تواصلوا معايا ان شاء الله. والناس اللي ما عارفينش في كاين هذا المشروع هذا يتواصلوا معايا ان شاء الله نجيبهم حتى لهذا المشروع هذا ديال السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، يجيو ياخذوا بارتمان. الناس اللي كيسولونا على هذا الابواب البحر واللي كيعرف راه يجي مباشره ديريكت المشروع، والله يسهل على كل واحد اخوتي. يلا اخوتي الناس اللي داخلين عندنا جداد في القناه يتابعونا عندنا، يوركوا على البوطون الحمراء يفعلوا الجرس وحطونا شي لايك وشي كومونتير زوين اللي حفزنا باش نبقاو ديما نحطوا لكم جديد. انا بغيت نبقاو نحطوا لكم جديد ديما ديال هذا المشروع هذا، بغينا ان شاء الله نوصلوا 4000 مشترك ان شاء الله. يلا بينوا لي اصحاب ابواب البحر، يلا اخوتي خليكم مع الفيديو فرجة ممتعة.